في الفيديو ده ان شاء الله هتتعلم جرامر بطريقة جديدة جدا عمرك ما شفتها قبل كده. اهلا بيكم، انا عمر الطاهر من سبيجلش، ودي الحلقه رقم 1 من سلسله سبيجرام. وفي السلسله دي هنتعلم جرامر بطريقه جديده جدا وهتساعدك كتير جدا لو انت عايز تتكلم انجليش في وقت قليل جدا. قبل ما نبدا واقول لك النهارده هنتكلم عن ايه، خليني اقول لك بس الحاجه اللي احنا هناخدها النهارده دي هتساعدك ان انت تتكلم في ايه. الحاجه دي من اهميتها هتساعدك ان انت تتكلم في حوالي 10 حاجات مهمين جدا. اول حاجه هتساعدك ان انت تتكلم عن اسمك، سواء عمر، محمد، احمد. تاني حاجه هتساعدك ان انت تتكلم عن سنك، هتقول مثلا 25 او 26 30. تالت حاجة هتساعدك ان انت تتكلم عن وظيفتك، مثلا زي دكتور، انجينير، تيتشر، على حسب الوظيفة بتاعتك. رابع حاجة هتساعدك ان انت تتكلم عن مكانك، زي مثلا انت عايز تقول ان انا في البيت مثلا، at home، at school، هتعايز تقول انا مكاني فين. خامس حاجة هتساعدك ان انت تتكلم عن مشاعرك او حالتك، سواء انت حزين زي sad، فرحان happy، تعبان tired. سادس حاجة هتساعدك ان انت تتكلم عن شخصيتك، مثلا عايز تقول مثلا ان انت nervous، عايز تقول ان انت angry مثلا غضبان، عايز تقول ان انت worried قلقان. سابع حاجة هتساعدك ان انت تتكلم عن شكلك، عايز تقول ان انت طويل فطال، عايز تقول ان انت قصير short، عايز تقول ان انت تخين fat، عايز تقول ان انت رفيع thin. تامن حاجة بقى هتساعدك تتكلم عن الناشوناليتي بتاعتك او جنسيتك، مثلا ايجيبشن امريكان. تاسع حاجة بقى هتساعدك ان انت تتكلم عن الطقس او الويذر، هات مثلا لو حر، كول برد. هتساعدك برضو تتكلم عن السايز، يعني الاحجام، مثلا لارج، سمول، ميديوم. وهتساعدك برضو ان انت تتكلم عن او توصف الالوان، يعني الحاجات دي مثلا لونها ايه او الكلام ده كله، هتساعدك انت تتكلم عن الالوان. طيب شفتوا بقى ان انت تقدر تتكلم في كام حاجه من الحاجات دي كلها ببساطه. كل اللي انا عايزه منك ان انت عايز تتكلم في الحاجات دي كلها، حط اي ام بس كده، حط اي ام بعد كده رص كل الحاجات دي. طب تعالوا كده نجرب، انا هتكلم عن نفسي شويه. اول حاجه هتكلم عن اسمي، فقول I am عمر، I am عمر او I'm عمر. تاني حاجه هقول سني، I'm 25، I'm 25 او I'm 25، I'm 25 years old. اتكلم عن وظيفتي هقول I'm a teacher، I'm a teacher. اتكلم عن مكاني مثلا لو انا في البيت مثلا فقول I'm at home، I'm at home، I am at home. عايز اقول مثلا ان انا مشاعري انا دلوقتي فرحان فقول I'm happy، I'm happy. اتكلم مثلا عن شخصيتي فهقول مثلا عايز اقول ان انا ذكي فاقول I'm smart، I am smart. عايز مثلا اتكلم اقول ان انا اوصف شكلي اقول ان انا طويل هقول I'm tall، I'm tall. عايز اقول ان انا مصري هقول I'm Egyptian. كل الحاجات دي اتكلمنا فيها بس مجرد ما عرفت ان انا بقول I am. I am دي طبعا هي verb to be، بس للاسف الشكل اللي اتدرس لنا بيه verb to be كان شكل سيء جدا، بيقعد يكلمك عن حاجات انت بتبقاش فاهم verb to be ده هو فعلا هيساعدني لما اجي اتكلم، هيساعدني اتكلم في ايه. فبتليك عارف verb to be، verb to be I am، he is، she is، it is، we are، they are. الحاجات دي انت بتبقى فاهم الحاجات دي، بس انت مش فاهم انا لما اجي اتكلم هعمل ايه بفيرب تو بي. وده باختصار كل الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها في فيرب تو بي. طب تعالى كده نتكلم مثلا لو انت عايز تتكلم عن باباك، عن مامتك، عايز تتكلم عن واحد من الناس دي، فتعالى مثلا هتقول هي او شي. طيب عايز تقول مثلا نتكلم عن باباك فهتقول هي. نفس الكلام بالظبط، هي از احمد، هي از 25، هي از ا دكتور، هي از ان انجينير فور اكزامبل، هي از تال، هي از شورت، هي از ساد، هي از هابي. كل نفس الامثله بالظبط، بس تحط هي از او شي از لو انت عايز تتكلم عن حد تاني. وبرده طبعا لو حاجه عايز تتكلم عن الطقس، عن الحجم التيشيرت او حاجه، دي حاجه غير عاقل، فبنحط حاجه اسمها ات، فهتقول ات از او اتس. طيب هتقول ايه مثلا عايز تتكلم عن الطقس، عايز تقول مثلا الجو حار فتقول ايه it's hot، it's hot. عايز تقول الجو برد it is cold، it is cold. لو عايز مثلا تتكلم عن ان التيشيرت دي مثلا حجمها مثلا medium فتقول ايه it is medium، it is medium، it is large. عايز مثلا تتكلم عن الالوان فتقول مثلا ايه it is gray، او مثلا لو سودا it is black. بس كده ده verb to be، هيساعدك تتكلم في كل الحاجات دي. انت بس اختار انت عايز تتكلم عن نفسك هتقول I am، عايز تتكلم عن باباك، مامتك، اخوك، he is او she is، عايز تتكلم عن احنا كلنا، عايز تقول ان احنا كلنا سعداء هتقول we are happy. حلو جدا. لو انت بقى عايز تقول اي حاجه من الحاجات دي بس عايز تقول النفي، يعني عايز تقول مثلا ان انا مش عمر، كل اللي انت عايز تعمله هتزود حاجه اسمها not، not.
فمثلا هتقول ايه؟ انا مش عمر، هتقول ام نوت عمر. عايز تقول انا مش انا مثلا مدرس، فانا عايز اقول ان انا مش دكتور، I am not a doctor. I am not a doctor. عايز تقول ان احنا مش سعداء، هتقول we are not happy. We aren't happy. ده بخصوص النفي، يعني عايز تقول بقى اي حاجة في النفي هتقولها كده. طبعا I am not. He is not او he isn't. She is not او she isn't. It isn't. دي بدل يعني ده الاختصار بتاعها. We are not او we aren't. بس كده، هو ده يا معلم verb to be بكل سهولة جدا. نصيحة مهمة جدا جدا جدا، لو انت عايز تتكلم انجليش كويس لازم تبقى عارف ان انت محتاج تمارس اللغة كتير، يعني محتاج تتكلم كتير، مش مجرد ان انت بتسمع معلومة او عرفتها هتنساها كمان شوية. كل اللي عليك ان انت لازم كل يوم تتكلم مش اقل من نص ساعة، كل يوم بقك ده يتحرك، لسانك يتحرك، تتكلم انجليش، لسانك ياخد ان انت بتتكلم انجليش كتير. خليك فاكر معرفتك للمعلومة ده 20%، انما 80% ده ان انت تمارس وتطبق على اللغة. فلو حابب تمارس اكتر وتطور الانجليش بتاعك في وقت قليل، احنا عاملين كورس اسمه السوبر سبيجليش. ده كورس محادثة مكثف جدا، هدفه انك تتكلم انجليش في وقت قصير. الكورس ده باختصار تقدر تحجزه وتسأل في الكومنتس، وبرضه تقدر تسأل على كورس البرايفت. ده بيبقى كورس انا والشخص لوحده، يعني بحيث ان هو مركز على الشخص لوحده، ما بيبقاش كورس في مجموعة مع الطلاب. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوا في الكومنتس تحت وانا هجاوب عليكم. شكرا ليكم، وباي باي.